صفة الوضوء. شي شاو جينغ دي فانشي. الأصل أولا أن ينوي بقلبه. شو شين ياو ناي شين جو يي. يقول بسم الله. راهو شو. ثم يغسل. فون آلا جي مينغ. يغسل الكفين. راهو شي لانغ شو. استحبابا سنة. جي هاي سنة. ثم يأخذ حفنة من الماء بيده اليمنى. راهو جونغ يو شو بونغ يبونغ شوي. يدخل الماء في فيه. فان باشوي سيدو زيجون و يسحب الماء بمن خريه يجي بي كون دانجون ويدير الماء في فيه سوكا ثم يمج ثم يستنفذ بيد اليسرى تشام بي رون زوشا مرة أخرى ديار بي هكذا نعم ثم يغسل الوجه راهو سيليا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن مع ما استرسل من اللحية. 整个的面部，从头和头际到胡子。مرة أو مرتين أو ثلاث مرات كذلك المضمض والاستنشاق. 一遍、两遍或三遍，如同漱口呛鼻，也是一到三遍。ثم الآن لا بد يغسل اليدين مع أطراف الأصابع إلى هنا. 然后洗手，从手指一直到。حتى يستوعب المرفقين. 把肘部要洗到。لا يكفي غسل اليدين الذي كان في الأول لابد هنا ركن يغسل اليدين. 一开始洗手可这个不还不算，现在要从手手指一直洗到肘。اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. 然后左手洗完右手洗左手，从手手指一直到肘部都要洗到。لا يغسل العضد. لا. 肘部以上的它大臂啊没有必要洗。ثم يمسح ولا يغسل الرأس. 然后摸头而不是洗头. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه. 头的前部一直到后脑勺. ثم يعود مرة أخرى. 再摸回来. يدخل سباحتيه. 用食指. في صماخي أذنيه. 两个食指这个摸两个耳朵耳孔. ويمسح بالإبهام ظاهرهما. 然后把耳朵整个摸到。إذا كان الآن يلبس الجوربين لبسهما توضأ وضوء كامل ولبس الجوربين يستطيع أن يمسح عليهما. 如果你穿着袜子，再是在有小镜的情况下穿上的袜子，可以摸脚。نعم يمسح عليهما هكذا مسح. 右手摸右脚面. فقط على الظاهر مرة واحدة. 只是摸脚面摸一次就可以。وإذا كان أدخلهما بدون وضوء كامل لازم يغسل الرجلين. 如果你穿上的袜子的时候没有小镜，必须要把袜子脱掉洗脚。يغسل الرجل اليمنى. 先洗右脚。مع الكعبين. 洗右脚到脚踝。ثم الرجل اليسرى مع الكعبين. 然后洗左脚到脚踝。لا يسرف في استعمال الماء. 不要浪费水。يغسل ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 然后念祈祷词，如同先知所教授我们的祈祷词。يصح أن يأخذ مثلا المناديل ويجفف الوضوء. يصح. لا إشكال. نعم. 我们可以用纸巾呢、手巾呢、擦净。والله أعلم. الله 知。